يصل بعد قليل العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي، كما سيحضر الملك عبد الله إفطار عمل مع نائبة الرئيس كمالا هاريس في مقر إقامتها. يليه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكين في مقر وزارة الخارجية، وتعد هذه أول زيارة لزعيم عربي منذ وصول بايدن إلى الرئاسة. من واشنطن تنضم إلينا مراسلتنا ريما أبو حمدي. أهلا بك ريما. دعينا ريما في أجواء هذه الزيارة، هي أول زيارة لرئيس عربي للمكتب البيضاوي بعد قدوم بايدن، ما هي أهم الملفات التي من المتوقع أن يناقشها الجانبان؟ بالفعل يعني هذه هي الزيارة الأولى هذا هو اللقاء الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة مع زعيم عربي، تجري هنا في البيت الأبيض في المكتب البيضاوي. ولربما أن أشار ذلك إلى شيء، فيشير إلى أن القضايا في المنطقة أو القضايا الشائكة في المنطقة تجر البيت الأبيض رغم أنفها لربما إلى منطقة الشرق الأوسط أكثر وأكثر، رغم أن الإدارة الأمريكية تحدثت في البداية عن أن محورها الرئيسي وعن أن القضايا الأساسية التي ستركز عليها خلال إدارة بايدن هي روسيا والصين والقضايا الاقتصادية والتعافي بعد تفشي فيروس كورونا، ولكن يبدو أن القضايا الحساسة في المنطقة هي التي أجبرت هذه الإدارة على أن تكون أو أن تذهب قليلا إلى الشرق الأوسط بهذا اللقاء مع العاهل الأردني. خلال الأسبوع أيضا هناك لقاء مع رئيس الوزراء العراقي. بكل الأحوال قضايا شائكة على طاولة ملفات أو على طاولة كل من الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني، بدءا من القضية الفلسطينية، خاصة وأن هذه الإدارة تدعم حل الدولتين ولم تتخذ النهج الذي اتخذته الإدارة السابقة فيما يتعلق بدعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدس والجولان وما إلى ذلك من القضايا التي دعمت فيها إدارة ترامب إسرائيل بشكل كامل. إلى جانب ذلك بطبيعة الحال هناك قضية اللاجئين، قضية محورية لدى الأردن والتي تستنزف الطاقة الاقتصادية الأموال لدى الأردن، تريد بحثها أو يريد العاهل الأردني بحثها مع الرئيس الأمريكي. طبعا هناك سوريا، هناك أيضا العراق وقضايا أخرى، وإلى جانب كل ذلك هناك أيضا العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة، هناك التبادل التجاري بين البلدين، ولكن أيضا العلاقات الأمنية بين واشنطن وعمان، خاصة وأن واشنطن ترى عمان شريك أساسي في مواجهة الإرهاب والقضايا الأمنية بشكل عام في المنطقة. سنتابع معك ريما لاحقا تفاصيل هذه الزيارة، زيارة أول زعيم عربي للإدارة الأمريكية الجديدة. شكرا جزيلا لك.